اهلا بيكم مره تانية معانا. معانا في الفقره دي نجوم وابطال بيحققوا وبيكسروا ارقام كتيره في تاريخ السباحه في النادي الاهلي. فعلا هم نجوم ولازم نكون معاهم في كل حاجه. النجوم اللي موجوده قدامي اللي هعرفكم عليهم حالا نجوم نادي الاهلي، وعندهم بطوله العالم، مسافرين بطوله العالم، وفي منهم طالعين للبطوله الافريقيه. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي معانا النهارده. معانا كابتن محمد حسام. كابتن محمد منورنا وشرفنا. شرفت حضرتك. ومعانا كمان كابتن احمد حمدي. كابتن احمد اهلا بحضرتك. ومعانا اخر بطله معانا النهارده ياسمين ممدوح. كابتن ياسمين منورنا. شكرا. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. بطوله هنبدا بالبطوله الافريقيه وهي البطوله الاهم، عندك سباقات 100 و200 هناك، بتستعدي ازاي للبطوله الافريقيه؟ هي اخر بطوله كانت عندي في السنه كانت كاس مصر اللي فاتت في شهر 4، ودي اصلا اللي اهلتني للبطوله الافريقيه. كسبت فيها 100 حره، ومن بعديها بقى ابتديت استعد للبطوله. بنستعد داخل النادي ولا في معسكرات خارجيه؟ الاثنين. في الاثنين، بتعملي الاثنين جوه وبره. احمد اكيد الفرق كبير بين بطوله العالم انت مسافرها واللعب في بطوله افريقيا. بطوله العالم بتقابل منافسين كبار جدا وارقام كثيره بتتحطم هناك. وبطوله افريقيه قولي هنعمل ايه بطوله العالم؟ ان شاء الله احنا الهدف الاساسي بيبقى بطوله العالم مننا ان احنا نخش نحاول نقرب في الرانك. عاده بنحاول نقل عن ال 20 عشان تحاول تتاهل للاولمبياد اللي هي بتبقى بعدها بسنه. ده بيبقى المين تارجت بالنسبه للسباحين بتوع المنتخب لما بيروحوا بطوله العالم. في طبعا ليفل ان احنا بنحاول نطمح لميداليه زي فريد عثمان مثلا بتطمح لميداليه في بطوله العالم. بس انت يعني المين تارجت بتاعك ان انت تحاول تحسن ترتيبك على قد ما تقدر وتحاول تحسن رقمك على قد ما تقدر عشان تتاهل للاولمبياد. احنا بس لازم نقول للساده مشاهدين جماهير النادي الاهلي عندنا 6 من النادي الاهلي مسافرين بطوله العالم: احمد اكرم، علي خلف الله، احمد حمدي، وعبد الرحمن سامح، وهانيا مورو. ما نسيتش حد كده صح؟ في ساندي في الطويله. وساندي مورو وساندي ساندي ايمن عفوا، ساندي ايمن متاهله للسباحه الطويله. كابتن محمد اتاهلت ازاي لبطوله افريقيا؟ احنا بالنسبه لبطوله افريقيا اتحدد المعيار ان ابطال الجمهوريه هيتاهلوا وفي احسن ارقام بره مصر برضو ليهم حق التاهل. فانا نزلت كاس مصر الاخيره اللي هي زي المستوى اللي هو بتاع مصر. كسبت سباقين المركز الاول. فكده لما جم يعملوا الناس المتاهله تاهلت بقى على طريق المعيار ده. على ده اللي هو ابطال مصر. على احمد، لو احنا النهارده برضو هنزل هنتكلم شويه على بطوله العالم وتواجد احمد اكرم وتواجد علي خلف الله وكلكم وميشو وكل اللي سباحينكم برضو، بصراحه شديده بنتمنى او نطمح ان احنا نحقق ميداليه، لكن الامور بتبقى صعبه شويه بعيده. ايه البعد ده اللي احنا نقدر نوصله عشان نقدر نكسب او نقدر نتحط على ستارت او سوري في بطوله العالم مركز اول؟ بص، هي المنافسه في بطوله العالم زي ما حضرتك قلت بتبقى مختلفه شويه عن البطولات الافريقيه او العربيه. احنا بيبقى عندنا، احنا الحمد لله الجيل اللي احنا فيه دلوقتي عندنا اكسبيرينس بما فيه الكفايه ان زي احمد اكرم او محمد سامي او هيدي، في ناس شاركت في اولمبياد ناشئين، في ناس شاركت في بطولات عالم، دي تالت بطوله عالم لينا الجيل ده. فالخبره مع التنظيم، احنا يعني بالذات في السن بتاع ثانويه عامه قبل الجامعه وبالذات برضو بعديها في مرحله الجامعه بيبقى مفيش تنظيم قوي ما بين الدراسه وما بين الرياضه في مصر قوي، الدنيا مش بتبقى متظبطه. فمعظم السباحين بيسافروا امريكا، ان هناك بيبقى سيستم واحد، هناك سيستم الدراسه بيتماشى مع سيستم الرياضه وبيقدر يخلي السباح يطلع احسن حاجه عنده في رياضته، وفي نفس الوقت بيكون مسموح له ان هو يدرس دراسه كويسه ويكون يعني على تواصل مع الاثنين بشكل كويس. طيب ليه الاختلاف؟ زمان كان عندنا نجوم وابطال وانا حضرتهم بس ما كانوش بيوصل للعالميه كثيرا، لكن دلوقتي فعلا في اختلاف واضح ان في 6 أو 7 دايما بيطلعوا او اكتر من كده كمان بيطلعوا لبطولات العالم بيشاركوا. كان دايما زمان 1 أو 2 بالكثير، لكن دلوقتي ايه الاختلاف يا احمد بين زمان وبين دلوقتي بصراحه؟ زي ما انا قلت لحضرتك هو الموضوع كله ان المنظومه بتاعت السباحه اختلفت في اخر 15 سنه تقريبا. الاعداد من الانديه او الاتحاد او التنسيق مع بعض ابتدى من السن الصغير شويه، الناس ابتدت عندها علم ان هي تسافر بره، الاتحاد بقى يرعى الموضوع ده، الناس ان هي يشجعهم ان هم يسافروا بره، الانديه بقى عندها برده النو هاو بتاعت الموضوع شويه، ابتدت توجه السباحين اللي عندهم بوتنشال ان هم ازاي الناس اللي سافرت دي يمشوا على نفس الخطه بتاعهم. الرياضه كمان بتتقدم في مصر، التقدم طبعا بيساعد هنا سواء بقى تكنولوجيا، اجهزه ريكفري، المديتيشن، في حاجات كتير قوي، عوامل كتير قوي دخلت ما كانتش موجوده زمان من
تكنولوجي بقى يعني المصريين كلهم عارفينها، ان احنا بقينا دلوقتي العالم منفتح جدا. انت دلوقتي تقدر تعرف اي حاجه، او تعرف منتخب امريكا بيتمرن ازاي، او منتخب الصين بيتمرن ازاي. او الفكره ان انت بتبتدي دلوقتي بتطبق بروجرامز جديده مع يعني ترايل ايرور، فانت دلوقتي بتحقق تحسن وبتحقق ان انت بتوصل لحته، واللي بعديك لما بيشوفوا ان انت حققت ده بيقدروا يمشوا على نفس الخطى وبيوصلوا للمرحله دي، فده بيشجع عموما الرياضه وبيبوش الرياضه لقدام. محمد هاخد من كلمه احمد، وفي بروجرام جديده وحاجات جديده بتحصل في الرياضه بصفه عامه، احنا ماشيين ازاي؟ انت ماشي ازاي في التدريب؟ بتتابع ولا مدربك ولا بتقعدوا تتكلموا ولا ايه الموضوع بالظبط؟ هو المدرب دلوقتي يعني بالنسبه لزمان حصل تطور، ان بقى الموضوع بقى نوعا ما منظم اكتر، بقى البروجرام معمول طويل المدى. طبعا الحاجات دي ودايما دلوقتي بقى المدربين مش مجرد الموضوع بقى يعتمد على العلم اللي خدوه، العلم دلوقتي عنصر كبير قوي في ان الواحد يوصل لاحسن نتائج، فبقى ما بقتش الموضوع مجهودات على الفاضي وخلاص، بقى الموضوع بتدخل فيه العلم عشان توصل لاحسن نتائج. مع التركيز نقدر نوصل لمستويات اعلى من قبل كده. يعني خليني اروح لياسمين واسالك السؤال اللي هو الطبيعي اللي بنتعلم بيه النشا، رحنا ازاي لغايه السباحه؟ يعني روحتي زي السباحه، روحتي لوحدك، روحتي بوش من ماما وبابا ازاي؟ هو انا لعبت العاب كتير قوي وانا صغيره. نجيب بقى كده التاريخ. لعبت حاجات كتير قوي بس كانت معاها السباحه، فانا كنت دايما ما اروحش التمارين دي، ودايما بروح اتجه للسباحه. تجري من التدريبات لحد بقى ماما خدت بالها من الموضوع ده وابتدت تهتم ان انا عايزه يعني ان انا ابقى في السباحه، حست عيني ان انا عايزه اعمل حاجه فيها. بس فابتديت بقى اتمرن وكده لحد ما ماما كانت سباحه قديمه ولا لا ماما لا. بتبوش الامور ناحيه السباحه؟ بتبوش الامور عادي. عارفه زمان وانا دايما وانا بلعب، يعني كنت بلعب هاندبول وانا بلعب، كان دايما ملعب السباحه او يعني حمام السباحه الناس ولي الامر يكون ماسك الستوب ووتش، العب من كذا روح اكسب بتاعك. صح بيحصل الكلام ده؟ طبعا. بيحصل دلوقتي معاكي او حصل معاكي زمان؟ ان هو ايه اللي بقى مش كابتن بقى ماما؟ ماما يعني لا ما كانتش زي الناس دي خالص، كانت عادي سايباني كده لوحدي. انا ابتديت اصلا يعني انا من نفسي. انت حسيتي يا ياسمين بصراحه شديده ان انت فعلا رايحه لاتجاه البطله، او بدا الطموح ان انت تبتدي تاخدي ميداليات؟ وانا زمان وانا صغيره لما ابتديت ادخل بطولات وكده كنت وحشه جدا وكنت تحت خالص، ما فيش اي حاجه، بس انا ابتديت انا كنت عايزه وكنت حابه ان انا اطلع اخد ميداليه وابقى زي الناس الاوائل. انا كنت دايما العاشر ال11، فكنت دايما متضايقه من الموضوع ده. انت كشخص بس وبصراحه ماما كانت مهمله الموضوع ده. بس ما ابتدت تلاقيني ابتديت ادخل مركز خامس مركز رابع، ابتدت تركز معايا والحمد لله لحد ما وصلت اللي انا فيه بقى. ما شاء الله عليك. محمد لازم فيها حاجات كتيره، واحمد برضو اتكلم فيها، الدراسه مع الرياضه واكبر مشكله بتواجه الرياضيين بالذات في الالعاب الفرديه. هو الدراسه عندنا في رياضه زي السباحه، السباحه بتحتاج تمرين كتير يعني مجهوداتها كبيره قوي، فبتيجي مع الدراسه ناس كتير بتبدا تهمل في السباحه، والسباحه مثلا ما ينفعش تغيب، بتغيب اسبوع معناها انك بوظت شغلك يوم، شغلك بيبوظ. فاحنا عندنا الدراسه بتضغطك ومش الاثنين مش متماشين مع بعض، فبيحصل جاب في ناس كتير مثلا عند الثانويه عامه الناس بتتصفى، يجي في الجامعه بيتصفوا اكتر، واللي موجود بيبقى لازم يدخل في تشالنج انه يوفق ما بين الاثنين عشان يقدر يكمل ويحافظ على مستواه. يوفق ازاي؟ انت بتوفق ازاي؟ انا بوفق ازاي؟ يعني انا كنت اروح التمرين الفجر واطلع اروح الامتحان عادي، مفيش مشكله خالص. ما هو ده، ما فيش اختيار غير كده، يا اما ههمل السباحه، ما ينفعش اهمل السباحه. فيبقى هو قصادي ان انا لازم اروح التمرين الفجر واروح الامتحان عادي، واذاكر بالليل بس عندي التمرين الفجر ما ينفعش افوته، وهكذا. ما شاء الله. احمد عوم السباحه نفسها كان زمان بيعوموا دايما على طول في حمام السباحه، دلوقتي بعد ما البروجرام اختلف بقى في لياقه وفي تدريبات معينه وفي حاجات سبيشال جدا للسباحه، بتواجهوا ده ازاي؟ لان عارف في تدريبات ممله زي ما بنقول، بتواجه ده ازاي وانت لوحدك، انت بتلعب مع نفسك كل حاجه تقريبا؟ هو الموضوع ده بيبقى عليه عامل اكتر من المدرب. هي السباحه عموما رياضه في تمرينها مش ألذ حاجه، يعني رياضه ممله شويه في تمرينها، يعني هي الكومبيتيشن بتاعها
هو اللي بيبقى لذيذ شويه. ان انت المنافسه بتبقوا 8 في التصفيه او 8 في الفاينل بتنافسوا بعض، بيبقى في خطط معينه. هي الفكره كلها الموضوع معتمد على المدرب شويه، ان انت بيبتدي يحط لك زي مراحل معينه في السيزون. يعني ليتس سي ان هو بيقول لك مثلا هنبتدي نتمرن على تقسيمه السبق بتاعك او نتمرن على البيسنج. انا بس مش عايز اصعب الموضوع في الشرح شويه، بس هو المدرب بيبتدي يقسم لك السبق بتاعك وبيبتدي يقسم لك لتارجتس صغيره عشان التارجتس دي انت تقدر توصل لها وتحس ان انت بتاتشيف حاجه في التمرين، بتقدر توصل لحاجه جديده وايه المرحله اللي بعديها. يعني لان ليتس سي انا بعد مثلا شداتي في البسين كل 50 متر، اقدر اعرف ارقامي كل 50 متر، ابتدي احفظ عومي. ده بيساعد ان انت تروح للمرحله اللي بعديها، ان انا دلوقتي ده هطبقه في السبق ازاي، ازاي بحط خطه للسبق وازاي بقدر اعملها ثرو السيزون كله، يعني وانا عايم طول السيزون. وبره المايه نفس الموضوع، زي ما قلت لحضرتك هو التكنولوجي دخلت كتير قوي، سواء فتنس سواء يوجا سواء النيوتريشن بروجرامز اللي بقت تتحط. فانت دلوقتي بقى ازاي توجهه في اتجاه السباحه، مش مجرد انت تلعب جيم، مجرد انت تطلع عضلات او ان انت تروح في اتجاه معين بس. فهو الفكره المنظومه كلها بقت موجهه توجهك ان انت تقسم التارجت بتاعك الكبير قوي اللي هي ان هو الاولمبيكس لتارجت صغيره، وازاي هتوصل لها ولما هتكسر الملل ده، ان انت بتوصل واحده 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 لغايه ما توصل واحده واحده. طب ده في سباق 400 متر متنوع ممكن يكون موجود، تمام، هل برضو ده في السباقات برضو 100 متر وال200 متر يكون موجود؟ تحسيبي عدد الشدادات قد ايه، تشتغل ازاي جوه 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 حمام السباحه، ده موجود برضو؟ اه طبعا في كل السباقات بيبقى موجود كده. عايز اعرف ازاي تلحقي تسمعي او تشوفي المدرب بتاعك في ال100 متر، يعني حمام سباحه ورايح جاي ازاي؟ هو مش بسمعه يعني، هو يعني هي لا انت بتبقى خلاص اتعودت ان انت خلاص حفظت شداتك، ومثلا يعني احنا خلاص دلوقتي وصلنا ان احنا بنعرف مثلا من شداتنا احنا هندخل كام، عايمين ازاي، بيس عامل ازاي، بتحسي ازاي باللي حواليك، يعني السبعه التانيين يعني السبع ابطال اللي حواليك بتحسي بيهم ازاي؟ هي بتبقى خطفه كده، مش خطف. ولازم تركز، انت نازل لنفسك، لازم تعمل حاجه. بتعومي 100 متر مع نفسك تماما؟ لان هو اصلا سبق سبرنتر فما بتلحقش ان هو تبص يعني خالص. نفسي اسالكم على سؤال وهسال محمد بصراحه. انا دايما اقف على حمام السباحه وان في ماتشاتكم او في المباريات او في البطولات يعني، والمدربين هوب هوب وهي تقول لي ما بسمعش المدرب ما بسمعش المدرب، عايز اعرف ايه الموضوع بصراحه. هو المدرب بالنسبه له هو عاوز يشجع سباحه كويس، بيبذل كل مجهوداته. في سباح بيسمع، سباح مش بيسمع، دي حقيقه. يعني ممكن تشوفه وتسمعه ولا؟ بالنسبه لي انا مش بسمع المدرب وانا في السباقات، تركيزي بيبقى لقدام. احمد بقول لك ايه، كل المدربين تلاقيهم عند منطقه المدربين هوب كلهم شغالين. بس هقول لحضرتك حاجه، هو ان انت تشوفه دي صعبه، بس في يعني في مدربين معينين بيكونوا مثلا متفقين على صفاره معينه برتم معين وبيبقى السباح بيسمعها. في سباحين معينين بيكونوا متمرنين على ده في التدريب، يعني مش كتير بس ده بيحصل في يعني عندنا في بطولات الجمهوريه، بيكون في متمرن على صفاره معينه اول ما بيسمعها بيكون عارف ان يعني في ستاب معينه لازم ياخدها او حاجه هو متمرن عليها يعني. ياسمين بطولات افريقيه دايما بتقابل مع جنوب افريقيا، نصطدم مع جنوب افريقيا. سباحات وسباحين اعتقد هم اقوى ناس في السباحه صح؟ في افريقيا. يعني زينا بالظبط تقريبا، بنصطدم ازاي؟ بنتعامل ازاي مع السبق اللي في جنوب افريقيا؟ على حسب يعني. هل انت شايفه ان في منافسه ثانيه ولا المنافسه الافريقيه دي تعتبر منافسه ثقيله علينا كمصر مع جنوب افريقيا؟ لا مش ثقيله يعني، احنا تقريبا مصر كسبت كذا بطوله افريقيه من الناشئين والعمومي السنه اللي فاتت كسبوا، يعني احنا مش شايفين ان احنا بعاد قوي عنهم. بس بصراحه ياسمين يعني كل الكوره واخده الاحداث في مصر صح؟ هدخلك هو عشان تتكلمي زي ما انت عايز. السوشيال ميديا اكيد قربت الناس شويه معاكم كابطال كنجوم، ابتدوا يشجعونا لما لقوا ان الموضوع كوره، ان في ناس بتعمل انجازات كبيره جدا، في ناس بتجيب في اولمبيكس ميداليات، بتجيب يعني حاجات من غير السباحه، حاجات. دي صوره مين دي؟ دي انا. دي انا. طب كويس، طب كملي عشان ابقى عارف بس. تمام. بس انا برضه يعني شايفه ان هي بدات تاخد السوشيال ميديا، اتاحت للناس الالعاب الفرديه تاخد جزء من الجمهور يروح يبتدي يدعم فيها. بالظبط، بس طبعا الناس كل ولاها وانتمائها للكوره، ما فيش فايده يعني، هي اللعبه اللي في مصر. تعاملي ازاي في السباقات بتاعتك مع السوشيال ميديا؟ يعني حد بيضايقك مثلا، ممكن يكون حاجه موجهه من الناس، من الفرق اللي قدامك، من اللعيبه اللي قدامك، تعاملي ازاي مع الموضوع؟ ما هو في كل حاجه لازم، وانت لو مش ناجح مش هتلاقي حد بيعلق عليك كسلبي، او لازم هتلاقي حاجه كده، ولازم تتعامل معاها ان انت كده ناجح بالنسبه له. ولا شايفاها ولا اي حاجه يعني، الناس كلها دلوقتي بتقول ما اعرفش على محمد صلاح ايه يعني. طبعا لا ده نجم كبير، مش هنقدر نتكلم عليه ده بالذات، اكيد ده نجم كبير. النهارده يا احمد وانت كسر سباقات
كاس الارقام في من ما شاء الله معاك كاس الرقم في 400 متر متنوع من 2013 مظبوط؟ تمام. هنكسره امتى تاني؟ اكيد التارجت بتاعي بطوله العالم ان انت تحطم الرقم. يعني انا اخر رقم حطمته، انا حطمت اول رقم مره كان في بطوله الجمهوريه في 400 متنوع في 2013 كان في بسين النادي الاهلي مدينه نصر. واخر مره حطمته ده حضرتك؟ ده كان في اخر بطوله. بس انا عارف بس ايوه بس 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 انت عارف ايدي عليا شويه. اتفضل. دي البطوله اللي اتاهلت منها لبطوله العالم اللي انا طالعها دي. بطوله العالم انت بتكون مركز تركيز مختلف، بتبقى في زون مختلف تماما زي ما حضرتك قلت في الاول. ليفل بتاع المنافسه بيبقى مختلف تماما، بيكون ليك تارجتس مختلفه تماما. انا اخر مره حطمت رقم مصر كان في بطوله العالم اللي كانت في كازان. فطبعا هو الهدف ان انت يعني اول حاجه بالنسبه لك قبل ما تتاهل اولمبياد او عشان تاهل اولمبياد لازم تكون محطم الرقم او تقرب تحسن رقمك اكتر. فان شاء الله التارجت ان شاء الله بطوله العالم الجايه يا رب باذن الله. اتمنى التوفيق ليكم اكيد انتوا الثلاثه في بطوله العالم وبطوله افريقيه. لكن خلينا نتكلم عليه شويه يا محمد. المنافسه بقت زياده في السباحين وفي السباحه بصفه عامه، المنافسه بقت زياده، اللعيبه بقت كتير. شايف المنافسه في السيزون الجديد داخله ازاي في مصر؟ في مصر كل سنه بالنسبه لسباقاتي مثلا احنا كل سنه عم بنحسن. يعني احنا في مصر كلنا بنحسن على بعض. بس الحمد لله انا اللي كسبت يعني في الكاس الاخير. لا يعني النهارده شايف انديه مين اللي داخله تتنافس مع النادي الاهلي؟ رياضتنا السباحه مش انديه قوي، هي سباحين بس كانديه بتنافس مع الاهلي. عندنا سبورتنج مثلا من المنافسين الاقوياء جدا. طب ده ايه بقى؟ قول لي ده ايه يا محمد؟ ده دولاب الميداليات والبطولات. ما شاء الله. ايه بقى كل دي ميداليات ولا دول شويه كلهم لا ده في تحت كمان في تحت كمان بس انت صورت نص الدولاب. صح كده. قولي لي الرياضه النسائيه في مصر شايفه ان هي واخده حقها؟ لا ليه؟ مش قوي على طول بقى يلا عشان نخش في كلام كويس. كل حاجه فرديه في مصر مش شايفه ان هي واخده حقها خالص. طالبه ايه بصراحه يا ياسمين؟ طالبه ايه يعني الناس؟ طالبه ايه الدعم اللي انت عايزاه؟ دعم فلوس ولا دعم معنوي ولا دعم اعلامي ولا دعم ايه؟ لا مش دعم فلوس بس، بس دعم ان هو مثلا يعني يحسن. يعني هم مثلا في شهرين ثلاثه عملوا استاد ما شاء الله كويس جدا، استقبلوا فيه بطوله اللي هي الامم الافريقيه. فهو يقدروا يعملوا حاجات. بلدنا دي بلدنا. أيوة دي بلدنا. يقدروا يعملوا بقى اكيد بلدنا زي كل حاجه اللعيبه بتاعتهم من جوه. اما جوه حاسس ان انت لا والله خالص. اكيد اتبسطتي ياسمين؟ بتكلم بصراحه شديده. اكيد اتبسطتي لما شفتي شكل الاستاد بعد 3 4 شهور. بس نفسك السباحه تكون فين بالظبط بالنسبه للدوله، بالنسبه للرياضه، بالنسبه للمسؤولين في الدوله؟ هي السباحه دلوقتي يعني كويس، يعني مش وحشه. هو بتكلم على الالعاب الثانيه الفرديه يعني لو حضرتك بتتكلم عليها. انا بتكلم بصفه عامه والله. انا شايف الرياضه النسائيه شويه مش واخده حقها شويه، ده وجهه نظري. رايك معايا؟ نتفق مع بعض. طب خلاص السؤال صعب شويه، هجيب السؤال عند احمد عشان احمد هيجيب السؤال. احمد ايه اللي مطلوب من المسؤولين ان السباحه تروح توصل على تقف على ميداليه، على الالعاب الفرديه تجيب ميداليات، وبالذات احنا داخلين على الاولمبياد يعني بطوله العالم دي بدايه، لكن الاولمبياد كلنا بتمنى ان الناس اللي بتجيب ميداليه اولمبيه دي بيكون الموضوع مختلف تماما في العالم. شايف الموضوع ازاي؟ هو الموضوع معقد شويه عشان زي ما قلت لحضرتك هو منظومه كامله لازم تتحد. هو مش جهه معينه، يعني مش هنقول الوزاره مثلا تدعم او الاتحاد يدعم، ان كل واحد بيدعم بشكل معين في وقت معين. مش بيعملوا يعني منظومه كامله. يعني مؤخرا لما الاتحاد ابتدى يعني مع النادي الاهلي عملوا حاجه، شفنا في بطوله العالم في 2015 احمد اكرم طلع المركز الرابع. في 2017 لما بتتحط سيستم معين فايدة عثمان جابت ثالث. يعني حتى لو بيعوم بره مصر بيبقى في دعم بشكل معين بيوصلك نتيجه. لما ده يعني اخر كام سنه ابتدى يتحط رؤيه معينه او سيستم ونظام ورؤيه وكل وتقدر توحد كل حاجه. يعني الدراسه زي ما محمد قال هي صعبه جدا في مصر، ان انت يعني الموضوع بيبقى على ولي الامر اكتر بكتير. لا ما نغيش الدرجه دي، بس ولي الامر بيتعب جدا مثلا في الموضوع ده، ان هو لغايه ما بتبقى بطل الموضوع بيبقى ذاتي، بيبقى طالع من البيت بكله اجتهاد شخصي. لغايه ما بتوصل لمرحله معينه بيحصل فيها الدعم، بس لغايه ما توصل المرحله دي بيكون استهلكت بطريقه كبيره جدا 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 لغايه ما توصل للحته دي. انا مش شايف ان الدعم مش موجود، هو موجود بس الموضوع بياخد وقت والموضوع بياخد مجهود كبير جدا، واتحاد لحاجات كتيره قوي، من الاتحاد، من الانديه، من الدكاتره، من السيستم
العامل اللي بيتحط بياخد وقت كبير. نتمنى التوفيق ان شاء الله. نتمنى ان الدوله تشتغل يعني احسن من كده. اكيد السباحه والدعم يبقى اكتر من كده. السباحه والرياضات الفرديه جاي يعني طالعين بقوه والنتائج اعتقد ان هي واضحه. متوقع في ال10 سنين الجايين هنلاقي عندنا ابطال في كل الالعاب الفرديه بصراحه اكتر من الالعاب الجماعيه. النتائج واضحه في اخر 5 أو 4 سنين في الالعاب الفرديه. صح. من ميداليات عالميه ومن اولمبيات زي ما شفنا في الاولمبيات اللي فاتت واعتقد هنشوف كتير في الاولمبيات الجايه يا رب. وانا متوقع مفاجاه في بطوله العالم الجايه بالذات في السباحه باذن الله. اتمنى لكم التوفيق كلكم انتوا سته انتوا سبعه يا رب ان شاء الله يا رب. احمد كلمه اخيره توجهها للي انت عايز توجهها تقول له ايه ولمين؟ صعبه بس يعني صعبة. اكيد اول حاجه هفكر فيها لا اكيد اول حاجه هفكر فيها والدتي ووالدي. حابب اشكرهم جدا. تمام. انا ما كنتش هبقى في المكان ده لولاهم. زي ما قلت لك البدايه كانت بتبقى صعبه قوي عشان توصل وتبتدي توصل للمكان ده. كان هم تعبوا قوي في الاول. بص طلعها لك على طول اهي الصوره على طول طلعها لك على طول. تمام. ايوه هم دول. تقول لهم ايه؟ حابب اشكرهم جدا. هم اللي وقفوا ورايا من الاول. ويعني لولاهم ما كنتش هبقى في المكان ده. هم اللي وصلوني المكان ده. وطبعا النادي والاتحاد كل ده بيبقى في ظهرك بس البدايه على طول بتبقى في البيت. كابتن محمد كلمة أخيرة توجهها لحد مسؤول للنادي لمديرك اللي أنت عايزه. لا هو أنا شايف الرياضات الفردية في مصر أي حد عشان يوصل فيها المكانة كويسة أول حاجة وأهم حاجة هو أهله اللي بيزقوه. تقول لهم إيه؟ أقول لهم شكرا. شكرا ربنا يكرمك. ها هتقولي مستنيكي مستنيكي أكيد هتشكري شكر كبير. طبعا لمامتي وبابايا وأخويا وكمان جدي وجدتي عشان أنا يعني هم مضايقاهم؟ لا طبعا كويس يعني هم بحبهم قوي هم دايما بيشجعوني من وأنا صغيرة كمان جدتي بالذات. بس أحب أقول لهم شكرا وخلاص. نورتيني. شكرا. نورتوني وشرفتوني كابتن احمد وكابتن محمد وكابتن ياسمين. فعلا نورونا النهارده وشرفونا في قناه الاهلي نجوم. وان شاء الله باذن الله قريب جدا هنلاقيهم في بطولات العالم والاولمبيات معلقين ميداليات باذن الله باذن الله. وده حاجه تشرف النادي الاهلي. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل الجهاز الفني او الجهاز الاداري وكابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب المال.